خدنا السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده مع محمد سبعين. الحلقه اللي غادي نتكلموا فيها اليوم حول يعني الموضوع ديال تعليق المعاهده ديال الصداقه وحسن الجوار بين الجزائر واسبانيا. غادي نتكلموا على هذه المعاهده والظروف ديالها فاش دارت يعني هذه المعاهده. وغادي نتكلموا كذلك اليوم على واحد الفضيحه كبيره جدا للطيران الجزائري. عقلتوا على وزير الخارجيه السابق عبد القادر المساهل، غادي نجبدوا التصريح ديالو اللي كان كيقول بان الطيران المغربي او الخطوط الملكيه المغربيه متهم يعني كدير غير الحشيش، يعني ما كتنقلش المسافرين كتنقل غير الحشيش. صدر ربي كبير وديرها غير زوينه. وقلت لكم المغرب راه زاويه، المغرب بلاد الشرفاء ويحكمها الشرفاء، ديرها غير زوينه راه صدر ربي يمهل ولا يهمل. اليوم تستمر الفضائح ديال الطيران الجزائري والحديث عن إلقاء القبض على مجموعة من الموظفين داخل الطيران الجزائري مرة أخرى، لأنها شحال مرة هذه جديدة تم إلقاء القبض عليهم من طرف السلطات البريطانية وتسليمهم إلى فرنسا. أخبار مهمة جدا، تبعوا من الأول حتى الآخر. مشينا مع محمد السباحي. هذا واحد الخبر اللي تلاح في راديو ام، اللي هو راديو جزائري، راديو ام راديو جزائري، كيقول بان المخابرات الفرنسيه تفكك شبكه التجار بالهيروين بطلها موظفو الخطوط الجويه الجزائريه. ايوا نرجعوا شي شويه اللور ونشوفوا عبد القادر المساهل اشنو قال في 2017 على الخطوط الملكيه المغربيه. شوف que dans toute l'Afrique du Nord Maroc compris, parce que très souvent, les gens nous comparent au Maroc, mais qu'est-ce les banques marocaines, on sait, c'est le blanchiment de l'argent du hashish, tout le monde le sait. Et Royal Air Maroc, elle transporte autre chose que des passagers. Et ça, tout le monde le sait. Là, on n'est pas le Maroc, on est l'Algérie. On a un potentiel, on a de l'avenir. Nous sommes un pays stable, nous sommes un pays sûr. Je vous dis, c'est pas nous, c'est les autres qui le disent. Doing business aujourd'hui en Afrique du Nord, il n'y a que l'Algérie, ni l'Égypte, ni la Libye, ni la Tunisie, ni le Maroc, l'Égypte. C'est derby fdahkom. C'est derby fdahkom. كنتو كتقولوا على المغرب انه كيصيفط المخدرات والحشيش عبر الطيار المغربي، ولكن ما ثبت بعد هذا التصريح اللي كان دير عبد القادر المساهل اظن في 2017 و2018 انه كانت سلسله فضائح ديال الطيران الجزائري، طيران يعني فضائح على مستويات عده. الناس كيحرقوا في الطائرات، هذه سابقه ما عمرها ما كانت، وهذا الشيء اللي خلى كذبون اليوم يعني كنهضر على اليوم انه اعفى مجموعه من المسؤولين في مطار الهواري بومدين على خلفيه جوج انهم لقاو واحد جوج ديال الحراقه في طائره مفحمين متوجهه الى برشلونه، اضافه الى عده فضائح، منها الموظفون ديال الطيران الجزائري كانوا حصلوهم كيجيبوا التليفونات المسروقه من فرنسا وكيبيعوها في الجزائر. اضف الى ذلك انه كانوا كيبيعوا القرقوبي، يعني هادو الموظفين ديال الطائرات كانوا كيبيعوا القرقوبي، ودارت السلطات الفرنسيه خصوصا في مطار اورلي وشارل دوغول انهم الموظفين ديال الطيران ما يهبطوش من الطائره، يجيو يحطوا لي باساجي ويبقاو في الطائره حتى يعاودوا يرجعوا معاها، يعني ممنوع يدخلوا للمطار. واليوم ها هي فضيحه جديده. سيدي ربي كبير، كنقول لكم المغرب بلاد الشرفه، المغرب بلاد ديرها غير الزوينه. الفضيحه الاخرى اليوم، عقلتوا على ديك المعاهده اللي كانت دارت، معاهده دارت ما بين اسبانيا والجزائر اللي اليوم الغتها الجزائر. الظروف ديالها الا كنتوا عقلتوا عليها، كانت عقلتوا على الازمه اللي كانت ما بين المغرب واسبانيا حول جزيره ليلى في بدايه الالفينات، فاش كانوا العرب كلهم مع المغرب وداعمين للمغرب ويندّدون بالسياسة الاستعمارية لإسبانيا، آنذاك بلد وحيد عربي غرد خارج السرب ولم يعلن عن تضامنه مع المغرب. عرفتوا شكون؟
اكيد هو البلاد اللي منهك هي الجزائر، وبالتالي الجزائر كانت واضعه اليد مع اليد مع اسبانيا في قضيتنا الصحراويه، وما كانتش بغات تخسر علاقتها مع اسبانيا. وبعدها ب 20 يوم، يعني بعدها ب 20 يوم من تفجير هذيك القضيه وهذاك المشكل ما بين المغرب واسبانيا، وقعوا على معاهده الصداقه وحسن الجوار. آنذاك الدولة الجزائرية غردت خارج السرب وأعلنت صداقة مع واحد الدولة كانت في شنآن وخصومة مع المغرب لتكافئها. الجزائر كانت تريد مكافأة إسبانيا على هذه العداوة مع المغرب والخصومة مع المغرب. أقول لكم اليوم أن البلد العربي الوحيد الذي لا يعترف بأن سبتة ومليلية مدينتين مغربيتين هي الجزائر، هي البلد الوحيد في الوطن العربي كله. مرت الأيام ومرت السنوات، وصيد ربي كما كان نقول لكم يمهل ولا يهمل، والبلاد المغرب بلاد الشرفة، زاوية كبيرة ما تقدوش عليها. ها هي المعاهدة ألغيت، ها هي المعاهدة جيتوا اليوم قلتوا باستا باركة. ولكن شنو هي الظروف؟ علاش خلاو هذه المعاهدة حتى اليوم وعلنوا على الإلغاء ديالها؟ الجزائر واحد الدولة كتلعب بالانفعال، واحد الدولة بحال شي دري صغير، راه بحال شي دري صغير. فاش علنت إسبانيا عن اعترافها بمغربية الصحراء، الجزائر بدات كتلعب في الطنوعير، بدات كتعطي الرشاوي لبعض البرلمانيين الاسبانيين، بدات كتفبرك في الاخبار وتزور، وعلى من هذه الاخبار انهم قالوا المغرب تجسس على اسبانيا على الحكومه الاسبانيه عبر برنامج بيغاسوس، وكانوا بغا ينوضوا الصداع، يعني نوضوا الصداع ما بين المغرب واسبانيا. ما قدوش على هذا الشيء وما وصلوش للهدف ديالهم، خل بقاو كيتسناو جلسة المساءلة، الجلسة المساءلة اللي كانت اليوم اللي وقف فيها بيدرو سانشيز، وكانوا كيتسناو في هذه الجلسة ديال المساءلة أن البرلمان الإسباني يفرض على سانشيز التراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء، ولكنهم لم يصلوا إلى هدفهم. بيدرو سانشيز قال بالحرف أن قرار سلطات والحكومة الإسبانية هو قرار دولة لا تراجع فيه، يتماشى مع الشرعية الدولية ومع موقف كبار العالم، بذلك يدق آخر نعش، يعني مسمار يعني آخر مسمار في نعش القضية والآمال ديال الجزائر في نفس اليوم. وبعدها بسويعات، يعني البيان كان واجد، كانوا كيتسناو غير شي امل من البرلمان الاسباني هما ينزلوا هذاك البيان، وقالوا نقطع العلاقات او نتراجع ونلغي الاتفاقيه ديال الصداقه. انتم معروف عليكم التراجع ديال الاتفاقيات، راه ماشي جديده، اتفقتوا مع المغرب في 61 وفي 59 وفي 60 انكم غادي ترجعوا معاه على تكلموا تفتحوا الملف ديال الحدود الاستعماريه المتوارثه عن الاستعمار، وتراجعتم. دارت اتفاقيه ترسيم الحدود سنه 1972 مع المغرب وتراجعتم عنها. اذا اليوم لا غرابه في انكم تتراجعون كذلك مع على معاهدتكم مع اسبانيا. العالم اليوم بنتوا على حقيقتكم، وديك الكلام ديال اننا نحن لا دخل لنا بالقضية الصحراوية، هذاك مشكل ما بين البوليساري والمغرب، بان اليوم على حقيقته. فعلا بينتوا انكم ما عندكمش علاقة، بل انتم العلاقة نفسها، وزوالكم او زوال هاد الشيوخ اللي حاكمين اليوم على الدولة الجزائرية، زوالهم يعني زوال المشكل ورجوع العلاقات. يعني واش انتم هاد الجزائريين دابا اللي جالسين دابا كتسبوا كتعاير، اقسم بالله العظيم لا نحن نخدمكم، حنا كنخدموا المصالح ديالكم، حنا كنبينوا لكم وجهكم في المرايا. علاش ما تسائلش انت وانت، علاش ما كتسائلش انكم دولة بترولية دولة نفطية، علاش ما تكونش بحال الكويت، علاش ما تكونش بحال قطر، علاش ما تكونش بحال الامارات، علاش ما تكونش بحال البحرين، علاش الدوله ديالك كتصيفط 2000 مهاجر سري الى اسبانيا كل شهر، علاش عندك الطوابير، علاش عندك الفقر، ما عمرك ما سولتي هذا الشيء كامل. حنا نجاوبوك وهنا كنجاوبوك، كنقول لك ان الفلوس ديالك يا بو صبع، الفلوس ديالك يا مو صبع
شكون فين كتمشي كتمشي رشاوي الدول والبرلمانات ديال الدول والمؤسسات الاعلاميه الكبيره باش فقط ضد المغرب. ضد المغرب وقضية لا علاقة لك أنت بها كمواطن جزائري بسيط، ما عندكش شي علاقة بها نهائيا. خذنا تبين الحق من الباطل، دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.